واحنا في ايطاليا في كاس في معسكر كاس العالم، قلت له انت هتلعب يعني. قلت له هتلعب من قبلها؟ اه من زمان، من قبلها بشهر او شهر وشويه. في وجود الحضري؟ اه طبعا. عرفت تسيطر على الحضري ازاي في يعني؟ بس اللي لعبته في الاخر وادى اداء مميز بصراحه، وعملت له يعني فيناله ولا اروع، ما بتحصلش. هو الحضري يعني كان وصل 46 سنة، وأنا كانت تحضرني تجربة كده لتونس، كان في عتوجة طبعا، حارس عتوجة طبعا كأس العالم 78، وكان معاه نفس حالة الشناوي كده، كان معاه حارس مختار نايلي. النايلي اللي لعب ده خد التصفيات، والنايلي اللي لعب بالظبط. صح، سلام. تابع الجيل ده بتاع 78، لأن بدأت الحيوية والرشاقة والحاجات دي، يعني هتبقى يعني ممكن كان يلعب وكان يبقى كويس جدا الحضري، مفيش مشكله. ولكن شفنا ان شاب يبقى، ما كانتش مغامره بالنسبه لك يعني؟ انت قاعد هناك كانت مغامره جدا. ما قالكش كابتن ناجي مين هيلعب؟ لا، ما مستر كوبر احنا قعدنا في خلافات حوالي شهر على ان الشناوي هيلعب. كان قلقان؟ كان بيقول لي ما لعبش دقيقه دولي، ما خدش دقيقه دولي، غير عاديه. لكن هو كان بيلعب دولي مع النادي الاهلي في بطولات افريقيا وكده. حلو الرد ده، دولي من الاهلي فعلا. يعني الصبغه الدوليه باينه على المباريات الافريقيه. وبعدين في المباريات الوديه واخرهم كان البرتغال بقى ادى اداء عظيم جدا، وهو الولد كان يعني واضح جدا ان هو يعني واعد جدا وبروميسنج، يعني ان هو يعمل حاجه. كنت سابق فكرك لما طلعته قبل كده، لما راح بتروجيت وراح حرس الحدود والجيش؟ لا، هو ما راحش. احنا مش عايزين نبالغ بقى، لان هو في وقت ما كانش ليه مكان في النادي الاهلي ما كانش. ايوه، بس انت حضرتك نصحته انه يمكن ياخد التجربه. لا، هو بصراحه من هو اللي اشتغل. اعارات اللعيبه في بعض الاوقات بتعود بالنفع. هو اعارات اللعيبه دي انا مخترعها من زمان خالص، لايام امير عبد الحميد كان عنده 16 سنه، وكنت عايز يروح يلعب في السويس إعارة قبل ما يحصل حاجة اسمها إعارة. بس هو افتكر كان الإعارة في الوقت ده عار بالظبط، ان انت مش عايزه يعني. بس هي كانت فكرة، طبعا فكرة كانت في دماغي، ولكن هو أمير ما حبش الفكرة يعني، ففضل. وانا كان نفسي يبقى المساله دي تمشي في النادي الاهلي من بدري، ان يبقى في حارسين كبار وحارس من الناشئين، واذا كان في حارس ثالث كبير يطلع يلعب، او حارس صغير يطلع يلعب ويكتسب عدد ساعات لعبه ويرجع يعني. خلينا ده اسال حضرتك سؤال، مصطفى شوبير وعلي لطفي والشناوي اتكلموا كتير، الاهلي محتاج حارس مرمى، الاهلي محتاج. لا، انا قلت الاجابه دي اكتر من مره للنادي الاهلي. اصل انت لو قست مصطفى شوبير مثلا باي حارس في بطوله الدوري، او اذا قلت مصطفى شوبير للاعاره او للبيع، كم نادي هيجري وراه؟ كتير. بس وجاله، ما هو انا بقول لك يعني، ولو لعب هيبقى زي اللي موجودين، وممكن يترشح للمنتخبات عادي جدا. ولطفي طبعا حارس كبير جدا، كان بيلعب في ام بي فتره من فترات. تخلي بالك السنه دي 12 حارس طلعوا اعارات او بيع، ده انجاز اول مره يحصل في مصر ان 12 حارس. شايفها منين؟ جت ازاي؟ شايفها من ان هم شغل برزوا جدا، شغل مدربين طبعا، ومن خلالك بشكرهم كلهم على الاداء الرائع اللي بيعملوه. مين يا كابتن؟ انت دايما يعني، انا كنت قريب يعني منك، دايما بتتواصل مع والله كلهم. انا مش عايز اقول لك خلاص، مش يعني كلهم. لان مثلا بسام كان كابتن سيد السوركي، طلع جاد كان كابتن خليل، السعداني برضو كان البنك الاهلي، كابتن اسلام يوسف برضو عامل شغل كتير، طلعوا كتير حراس من انديتهم اتنقلوا لانديه تانية، ومدربينهم كان لهم دور كبير في مستواهم كان كويس، وعشان كده بقى عليهم طلب كبير جدا في الماركاتو يعني.